السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات المدارس الثانوية الزراعية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الألبان. مع حضراتكم مهندس محمد الأحمدي، موجه أول ألبان بوزارة التربية والتعليم. إن شاء الله موضوع النهاردة، إحنا اتكلمنا الحلقة الماضية عن المنتجات الدهنية، فاتكلمت مع حضراتكم القشدة كأول منتج من المنتجات الدهنية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المنتج رقم 2 من المنتجات الدهنية، فهتكلم مع حضراتكم عن الزبد، والزبد ده تاني منتج من المنتجات الدهنية. لكن قبل ما نتكلم على موضوع الزبد الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله، زي ما اتعودت مع حضراتكم بنعمل سريعة على الحلقات اللي فاتت إن شاء الله. فأنا عندي مجموعة أسئلة، عايزين نركز على الأسئلة، فلو جه في الامتحان وقال لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع كتابة العبارة في كراسة إجابتك، تمام؟ العبارة الأولى، قال لي لا تقل نسبة الدهن في القشدة السميكة عن 15%. ركز معايا دلوقتي، العبارة بتقول لي لا يقل أو لا تقل نسبة الدهن في القشدة السميكة عن 15%. العبارة دي صح ولا خطأ؟ تمام، انا سامع حد بيقول لي العباره دي خطا. تمام، فعلا العباره خطا. طيب العباره خطا ليه يا مستر؟ علشان احنا اخذنا في الحلقه اللي فاتت انه القشده منها ثلاث انواع: القشده الخفيفه، القشده المتوسطه، القشده السميكه او الثقيله. وقلت لحضراتكم ان القشده الخفيفه نسبه الدهن فيها 15%، ده بالنسبه للقشده الايه الخفيفه. أما بالنسبة للقشدة المتوسطة نسبة الدهن بها لا تقل عن 25%، القشدة السميكة لا تقل نسبة الدهن بها عن 35%. هو هنا بيقول لي لا تقل نسبة الدهن في القشدة السميكة عن 15%. طبعا الإجابة إيه يا أولاد؟ خطأ، لأنه القشدة السميكة زي ما احنا لسه بنقول نسبة الدهن بها لا تقل عن 35%. العبارة رقم 2 بتقول لي تستعمل السوربات في غسيل أسطح أقراص الجبن في صورة محلول بنسبة 3%. برضو العبارة دي صح ولا خطأ؟ تمام، أنا سامع حد بيقول لي العبارة دي خطأ. فعلا العبارة خطأ، لأن احنا قلنا قبل كده إن أنا بستخدم السوربات في صورة محلول بمعدل 1/10%، وقلت ان السوربات ديت من ضمن المكونات الداخله في صناعه الايه الجبن. تمام يا اولاد. بعد كده عندي سرعه دوران مخروط الفراز 4800 دوره في العباره بتقول ايه مره تانيه؟ سرعه دوران مخروط الفراز 4800 دوره في الدقيقه. العباره صح ولا خطا؟ تمام، سامع حد بيقول لي العبارة صحيحة. فعلا صحيحة، احنا قلنا برضو لما جينا واتكلمنا عن فرز اللبن، اتكلمت مع حضراتكم عن اجزاء مخروط الفراز، وقلت ان مخروط الفراز سرعته 4800 دورة في الدقيقة. تمام يا اولاد. بعد كده عندي عبارة اخيرة في الصح والخطأ، بتقول لي تصافي الجبن الدبل كريم، تمام يا اولاد، اللي هي الدمياطي بالقشده، بتتراوح من 35 الى 38%. ركز معايا، انا بقول ان تصافي الجبن الدمياطي بالقشده بين قوسين الدبل كريم، لان انا قلت لحضراتكم قبل كده ان الجبن الدمياطي بالقشطه هي الجبن الدبل كريم. هو بيقول لي هنا ان تصافي الجبن الدبل كريم من 35 الى 38%. العباره دي صحيحه ام خاطئه؟ فعلا العباره ايه صحيحه. تمام يا اولاد. طيب في نوعيه تانية من الاسئله
اللي بتيجي في الامتحان برضو، بقول لي تخير الإجابة الصحيحة من بين القوسين مع كتابة العبارة في كراسة إجاباتك. ركز معايا والتزم بصيغة السؤال، هو عايز حضرتك تختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين وفي نفس الوقت تنقل العبارة كاملة في كراسة الإجابة. تمام يا أولاد؟ نلتزم بالسؤال، وزي ما هو عايز من حضرتك أنت بتجاوب بالظبط. بقول لي إيه بقى؟ درجة حرارة الطبخ، درجة حرارة الطبخ في الجبن المعامل المطبوخ، يعني درجة حرارة الطبخ في الجبن المعامل، الجبن المعامل اللي هو الجبن المطبوخ، وبرضو احنا اتكلمت مع حضراتكم عن خطوات صناعة الجبن الايه المعامل، هل هي 60 درجة مئوي ام 85 درجة مئوي ام 115 درجة مئوي؟ تمام، الإجابة الصحيحة إيه يا أولاد؟ تمام، سامع حد بيقول لي 85% يا مستر؟ فعلا يا أولاد، الإجابة الصحيحة إنه أنا بعمل عملية طبخ للجبن المطبوخ أو الجبن المعامل على درجة حرارة 85 درجة مئوية. يبقى إحنا هنكتب العبارة وفي نهاية العبارة هنكتب الدرجة اللي هي 85 درجة مئوية. تمام يا أولاد؟ طيب نقطة أخيرة، بقول لي من أدوات تقدير نسبة الدهن، ركز معايا، من أدوات تقدير نسبة الدهن بالقشدة، أول اختياري هل المخبار المدرج أم أنبوبة جيربر أم السحاحة؟ عندي ثلاث اختيارات، ركز معايا، بقول لي من الأدوات التي تستخدم في تقدير نسبة الدهن بالقشدة هل السحاحة أم المخبار أم أنبوبة جيربر؟ الإجابة الصحيحة إيه يا أولاد؟ طبعا تمام، سامع حد بيقول لي أنبوبة جيربر يا مستر، الله ينور، تمام فعلا. طيب المخبار، أنا عايز أقول حاجة، هو هنا ممكن يغير في الاختيارات، يعني برضو يقول لي من الأدوات المستخدمة في تقدير نسبة الدهن بالقشدة ويشيل الإجابة الصحيحة اللي هي هنا اللي هي عبارة عن أنبوبة جيربر ويقول لي مثلا جهاز الطرد المركزي، برضه أنا هختار جهاز الطرد المركزي. طب برضه ممكن يشيل جهاز الطرد المركزي ويجيب لي غراب حامض، يبقى فعلا برضه هختار غراب الإيه الحامض. ممكن يشيل غراب الحامض ويجيب لي غراب كحول، برضه هختار غراب الإيه الكحول. ليه يا أولاد؟ لأنه غراب الكحول وغراب الحامض وأنبوبة جيربر وجهاز الطرد المركزي دي كلها أدوات تستخدم في تقدير نسبة الدهن بالإيه؟ بالقشدة. وإحنا طبعا أخذنا في الصف الثاني إن أنا عندي ثلاث اختبارات بتجرح على اللبن أو على منتجات اللبن. أولى هذه الاختبارات الوزن النوعي ونسبة الدهن وبعد كده الحموضة. تمام يا أولاد؟ ده بالنسبة للاختيار اللي هو الصحيح. النهاردة بقى طبعا هندخل في المنتج رقم 2 اللي هو الزبد. يعني لما جينا نتكلم عن القشدة كأولى المنتجات الدهنية عرفت مع حضراتكم ايه هو المقصود بالقشدة. النهاردة برضو أول ما نتكلم عن تاني منتج من المنتجات الدهنية اللي هو الزبد هنعرف مع بعض الايه الزبد. فنقول ايه يا اولاد؟ الزبد هو عبارة عن الناتج اللبني الغني في نسبة الدهن والمتحصل عليه من القشدة عن طريق عملية الخض او من اللبن مباشرة عن طريق القربة، وتتراوح نسبة الدهن به من 78 إلى 85%. تمام؟ طيب في جزئية مهمة جدا أنا عايز أركز عليها هنا. أنا قلت إنه الزبد هو عبارة عن ناتج لبني غني في نسبة الدهن، تمام؟ يعني نسبة الدهن في الزبد أعلى من نسبة الدهن في القشدة، تمام؟ طيب القشدة أنا كنت بحصل على القشدة من اللبن مباشرة عن طريق اللي هو عملية الفرز أو الترقيد. الزبد أنا بحصل على الزبد من يا القشدة
عن طريق عملية الخض. يعني أنا عندي عينة من القشدة بتوضع في إناء، وأنا بعمل للقشدة عملية خض وعملية ضرب باليد، وبالتالي أنا بحصل على الذب. تمام؟ طيب الطريقة التانية اللي أنا ممكن أحصل منها على الزبد، اللي هو ممكن أحصل على الزبد من اللبن مباشرة عن طريق حاجة بيسموها القربة. هنا بقى عايزين نركز شوية. إيه هي القربة؟ القربة بتصنع من جلد الماعز يا أولاد، وبنجيب القربة وبنجيب اللبن عقب عملية الحلابة، وبيتم وضعه في القربة حتى ثلث القربة. يعني أنا ما بملاش القربة حتى النهاية، أنا بأملى القربة حتى ثلث القربة باللبن، ويترك اللبن من 12 إلى 24 ساعة حتى يحدث عملية تخمر طبيعي. يبقى أنا جبت اللبن وحطيت اللبن في القربة وسبت اللبن من 12 إلى 24 ساعة، في الفترة دي يا أولاد هيحدث عملية تخمر طبيعي. هيحدث عملية تخمر طبيعي. بعد عملية التخمر بجيب القربة وبيتم تعليق القربة على حامل ثلاثي، وأبتدي أعمل عملية دفع للقربة إلى الأمام وإلى الخلف عدة مرات لحين سماع انفصال حبيبات الزبد. يعني في بداية عملية الخض أو الضرب بالقربة بيكون اللبن له صوت معين، بعد ما بوصل لأنه حبيبات الزبد بتنفصل من اللبن بيحدث صوت مختلف عن الصوت اللي هو في البداية. عند الوقت ده بالظبط أنا بوقف عملية اللي هو الخض، وأبتدي أفرغ الجزء اللي موجود في القربة في إناء، وأبتدي أجمع حبيبات الزبد على هيئة كرات، وبعد كده بأبتدي أعمل عملية تمليح للزبد. هنا يا أولاد بيتم عملية التمليح بطريقتين، ونركز شوية في كل النسب. أول طريقة إن أنا بأعمل عملية نصر للملح بنسبة 3 إلى 4%. يبقى أول طريقة من طرق التمليح إن أنا بأملح الزبد بنسرا بنسبة 3 إلى 4%. الطريقة الثانية إن أنا بأعمل عملية نقع للزبد ده هوت في محلول ملحي تركيزه 10%. تمام يا أولاد؟ يبقى لو جه وقال لي ما المقصود بالزبد، هو عبارة عن ناتج لبني غني في نسبة الدهن متحصل عليه من حاجتين، من القشدة عن طريق عملية الخض، أو من اللبن مباشرة عن طريق القربة، وتتراوح نسبة دهنه من 78 إلى 85%. تمام يا أولاد؟ طيب نشوف مع بعض إيه هي أنواع الزبد. عندي 3 أنواع من الزبد. عندي الزبد الفلاحي، وعندي زبد المائدة، وعندي زبد الشرش. مهم خالص ان حضراتكم تعرفوا نسب الدهن في كل نوعية. فعندي بالنسبة للزبد الفلاحي لا تقل نسبة الدهن به عن 78%. طيب وبينتج منين يا مستر؟ ده بينتج من ضرب قشدة الشوالي، وهقول دلوقتي قشدة الشوالي اللي هي القشدة الناتجة من عملية الترقيد. بعد كده عندي زبد المائدة لا تقل نسبة دهن زبد المائدة عن 80% وينتج من قشدة الفراز. بعد كده عندي زبد الشرش لا تقل نسبة الدهن عن 78% وينتج من فرز الشرش أثناء صناعة الجبن. تمام يا أولاد؟ يبقى ده بالنسبة لأنواع الزبد. يبقى الزبد عندي 3 أنواع من أنواع الزبد، ونركز مع بعض. الزبد الفلاحي، زبد المائدة، زبد الشرش. طيب يا مستر بالنسبة للزبد الفلاحي لا تقل نسبة الدهن عن 78%، وركز في النسبة ديت خالص. طيب بينتج من ايه؟ بينتج من قشدة الشوالي اللي هو عملية الترقيد اللي بتتم. انا باخد القشدة ديت
واستخلص منها الزبد اللي هو بيسمى الزبد الفلاحي. تمام. طيب عند النوع الثاني اللي هو زبد المائده. زبد المائده نسبه الدهن فيه لا تقل عن 80%، وده بينتج من قشده الفراد. ثالث نوع اللي هو زبد الايه يا اولاد؟ الشرش. زبد الشرش ده بينتج من فرز الشرش اثناء صناعه الايه؟ الجبن. طبعا في المصانع الكبيره زي ما جبت لحضراتكم فيديو قبل كده ووضحنا فيه خطوات صناعه الجبن الشيدر، فعندي حوض التجبن بيسع كميه من اللبن بتصل الى الاطنان، يعني ممكن حوض التجبن بياخد كميه من اللبن من 5 إلى 10 طن لبن. طيب انا دلوقتي بعد ما صنعت الجبن اللي هو تشيدر فبيتبقى عندي اللي هو الشرش، انا ابتدي اتخلص من الشرش ده؟ طبعا لا. طب ما اعمل ايه؟ اخد الشرش ده يا اولاد لانه بيحدث عمليه فقد للدهن في الشرش. احنا بناخد الشرش ده اهوت وبنبتدي نفرزه تاني عن طريق اجهزه معينه، وبالتالي استخلص منه ما يسمى بزبد المائده. هنا مهم جدا سؤال يجي في الامتحان يقول لحضرتك ايه؟ اكمل. نسبة الدهن في زبد المائدة لا تقل عن نقط. يبقى أنا كده حاجة يا أولاد وأشوف زبد المائدة أهوت، هنا نسبة الدهن فيه كام؟ 80%. يبقى في النقط ديت هنكتب كام؟ 80%. طبعا كل الأسئلة اللي أنا بجيبها في نهاية كل جزئية لازم أعزائي الطلبة تركز عليها علشان ديت مهمة جدا جدا. طيب بعد ما خلصت مع حضراتكم تعريف الزبد وانواع الزبد، عندي طرق صناعه الزبد، عندي طريقتين. الطريقه الاولى اللي هو صناعه زبد المائده في معامل الالبان نظام الدفعات، والطريقه الثانيه صناعه الزبد في المعامل ولكن بنظام المستمر. احنا هنركز مع بعض دلوقتي في صناعة زبد المائدة في معامل الألبان نظام الدفعات. تمام يا أولاد؟ نبص كده مع بعض للخطوات. عندي أول خطوة استلام القشدة، بعد كده بنعمل عملية بسترة للقشدة، بعد كده ثلاثة تخمير القشدة، بعد كده تبريد القشدة، بعد كده تجهيز القشدة بالخضاض، بعد كده عندي تصفية القشدة بالخضاض. لو حضرتك ركزت معايا شوية في الخطوات الستة دولي كلهم خاصين بالإيه؟ بالقشدة. لسه هنكمل في الشريحة اللي جاية باقي الخطوات، ولكن كلها بتتكلم عن الزبد بقى، لأن بعد عملية الخض هينتج عني زبد يعني. تمام يا أولاد؟ طيب أنا عايز أركز على إيه؟ أنا قلت لحضراتكم قبل كده أي خطوات صناعة يراعى فيها الترتيب. يعني لما يجي في الامتحان ويقول لك اذكر خطوات صناعة زبد المائدة في معامل الألبان نظام الدفعات، لازم حضرتك تراعي عملية التسلسل أو الترتيب للخطوات، لأنه ما ينفعش أن أنت تقدم خطوة عن اللي قبليها أو تأخر خطوة، ما ينفعش. تمام؟ فأنا أول خطوة استلمت القشدة، تاني خطوة هنعمل عملية بسترة للقشدة. طيب البسترة المقصود بها ان انا بعرض القشدة لدرجة حرارة معينة ولمدة معينة. انا بعرض القشدة لدرجة حرارة يا اولاد 68 الى 71 درجة مئوية لمدة نص ساعة. يبقى الدرجة كام؟ 68 الى 71 لمدة نص ساعة. ده كده انا عملت عملية البسترة. بعد عملية البسترة بنعمل عملية تخمير الايه؟ القشدة. عملية تخمير القشدة. وعملية التخمير الغرض منها غرض تكنولوجي، والغرض التاني غرض تجاري. الغرض التكنولوجي ده بيتم عن طريق رفع الحموضة عن طريق إضافة البادئ بنسبة 5 إلى 10%. ده الغرض التكنولوجي، بنضيف بادئ يا أولاد وبنسبة 5 إلى 10%. الغرض التاني اللي هو الغرض التجاري ده علشان يكسب الزبد الطعم المرغوب. تمام؟
بعد كده عندي 4 عملية تبريد القشدة. بعد ما عملت عملية تخمير للقشدة بنعمل عملية تبريد، وهنا بتتم عملية التبريد على درجة حرارة 4 إلى 10 درجة مئوية. ومهم طبعا درجات الحرارة ديت، لأنه ممكن يجي يقول لي اذكر الدرجات المستخدمة في كل من تبريد القشدة. يبقى حضرتك لازم تبقى عارف إن عملية تبريد القشدة بتتم على درجة حرارة 4 إلى 10 درجة مئوية. بعد كده بنعمل عملية تجهيز القشدة بالخضات. وعملية التجهيز للقشدة بالخضات بتتم عن طريق حاجتين، تمام يا أولاد؟ يعني أنا دلوقتي عملت عملية البستر وعملت عملية التخمير، تمام يا أولاد؟ طيب أنا عايز أجهز القشدة علشان نحطها في الخضاض اللي أنا هوريه لحضراتكم دلوقتي، تمام؟ لازم أجهز القشدة ديت من حيث حاجتين أو أضبط حاجتين. أول حاجة هنضبط درجة الحموضة، وهنا يجب أن تكون درجة حموضة القشدة 25%. بعد كده نسبة الدهن من 35 إلى 40%. يبقى أنا عندي تجهيز القشدة بيتم عن طريق حاجتين. الحاجة الأولى يا أولاد إن إحنا بنضبط الحموضة على درجة 25%. الحاجة التانية إن أنا بأضبط نسبة الدهن في القشدة بحيث إن هي تتراوح من 35 إلى 40%. برضو ديت هيكون لها حاجات هنتكلم عنها بعد كده، لو زادت درجة نسبة الحموضة أو قلت نسبة الدهن فهنشوفها بعد كده. بعد كده عندي تصفية القشدة بالخضاض، وهنا يجب أن تشغل القشدة ثلث أو ربع وعاء الخضاض، ماشي يا أولاد؟ بعد كده إضافة الإيه؟ الأناتو. زي ما قلت لحضراتكم بعد كده هنعمل عملية الخض، وبعد عملية الخض هينتج عندي اللي هو الزبد، وبعد كده نغسل الزبد يعني، وبعد كده هنعمل عملية تمليح للزبد ونكمل الخطوات. خلينا في الخطوة رقم 8، عملية الخض. الخطوة رقم 8 ديت يا أولاد خطوة مهمة جدا جدا جدا، وبتيجي في الامتحان كتير، وهنقول بتيجي ازاي دلوقتي. في عملية الخض بيدار الخضاض تدريجيا بسرعة تصل من 50 إلى 60 لفة في الدقيقة، وبنستمر في عملية الخض لحين سماع صوت حبيبات الزبد بجدار وعاء الخضاض. يعني بنسمع صوت تجمع حبيبات الزبد. لما بنسمع صوت تجمع حبيبات الزبد يا أولاد بنوقف عملية الخض، وبعد كده بنضيف حاجة اسمها ماء بارد. الماء البارد ده مهم جدا ان حضرتك تعرف ان درجة حرارة الماء البارد 5 درجة مئوية. طيب وكمية الماء البارد ده ايه؟ ربع كمية القشدة. ركز معايا، يبقى بالنسبة لي درجة حرارة الماء البارد 5 درجة مئوية. طيب كميته ربع كمية القشدة اللي انا ضفتها، تمام، مع إدارة الخضاض ليساعد على تجمع حبيبات الزبد. الماء اللي انا ضفته اللي هو البارد ده هو يا اولاد ده بيسمى ماء الزهور. ماء الايه يا اولاد؟ الزهور. نركز كده مع بعض في الخطوة رقم 8. انا عندي عملية الخض عملية مهمة جدا. انا بعد ما جهزت القشدة وضفت القشدة في الخضاض وابتديت اعمل عملية الخض، مهم ان حضرتك تعرف انه الخضاض بيدار بسرعة تصل من 50 إلى 60 لفة في الدقيقة الواحدة. يعني كل دقيقة بيدور الخضاض او اليد بتاعت الخضاض بمعدل 50 إلى 60 لفة في الدقيقة. طيب احنا دورنا او شغلنا الفرق اللي هو الخضاض لحين سماع حبيبات الزبد. اول ما حضرتك بتسمع حبيبات او صوت حبيبات الزبد بنبتدي بعد كده نضيف حاجة اسمها ماء الزهور. اسمها ايه يا اولاد؟ ماء الزهور.
ماء الزهور درجة حرارته 5 درجة مئوية. نحفظ الدرجة دي كويس خالص، تمام؟ طيب تاني حاجة، كمية ماء الزهور اللي أنا هضيفها ربع كمية القشدة. أنا في البداية ضفت تلت وعاء الخضاض قشدة، يعني أنا ما بملاش الخضاض حتى النهاية بالإيه يا أولاد؟ بالقشدة، وهنعرف ليه دلوقتي. أنا بأضيف تلت وعاء الخضاض قشدة، تمام؟ طيب يبقى تلت وعاء الخضاض ده وليكن مثلا 4 كيلو قشدة يعني، تمام؟ طيب لما نيجي نضيف ماء الزهور اللي هو درجة حرارته 5 درجة مئوية، هنضيف مية كام؟ ما ينفعش اضيف مثلا 3 لتر مية، لا انا هضيف ربع كمية القشدة. ما انا عندي القشدة كام يا ولاد؟ 4 كيلو، يبقى انا هضيف ايه؟ كيلو مية او لتر مية على الايه يا ولاد؟ على الزبد، علشان الزبد ديت او المية الباردة ديت بتساعد على تجمع حبيبات الايه؟ الزبد. ماشي يا اولاد؟ يبقى خطوة الخض خطوة مهمة جدا بنركز فيها على حاجتين. الحاجة الأولى سرعة دوران الخضاض. الخضاض بيدور بمعدل 50 إلى 60 لفة في الدقيقة. تاني حاجة، في حاجة اسمها ماء الزهور. إيه هو ماء الزهور؟ هو عبارة عن ماء بارد درجة حرارته 5 درجة مئوية، بيضاف عند بدء ظهور حبيبات الايه؟ الزبد. عشان ايه يا اولاد؟ عشان يجمع حبيبات الايه؟ الزبد. ماشي معايا؟ طيب حتى هنا انا في الاخر وجاب اسئله زي ما بتيجي في الامتحان، وهنشوفها ازاي. بعد كده عندي الخطوه رقم 9، غسل الزبد. هنا بيتم غسل الزبد، وذلك عن طريق اضافه ماء بارد برضو درجه حرارته 5 إلى 7 درجة مئوية، والميه ديت بتكون مساويه لكميه اللبن الخض، وذلك لازاله الروائح الغير مرغوبه. تمام يا اولاد؟ بعد ما بنغسل الزبد، الخطوه رقم 10، بنعمل عمليه تمليح للزبد. طبعا معروف ان اضافه الملح ده بيعتبر ماده حافظه، تمام؟ وفي نفس الوقت الغرض منه اطاله مده الايه؟ الحفظ. وهنا بنملح الزبد بطريقتين. الطريقة الأولى نسرا بنسبة 3 إلى 4%، والطريقة الثانية في صورة محلول ملحي تركيزه 10%. تمام يا أولاد؟ نركز بقى على الأسئلة دي. بقول لي إيه؟ طبعا الأسئلة اللي بتكون موجودة في نهاية كل جزئية دي أسئلة امتحانات، لازم حضراتكم تركزوا على الأسئلة دي جدا جدا جدا. السؤال هنا بيقول إيه؟ ما المقصود بماء الزهور؟ تمام؟ الخطوة رقم 8 قال لي إن ماء الزهور هو عبارة عن ماء بارد درجة حرارته 5 درجة مئوية، وكميته ربع كمية القشدة، تمام؟ ويضاف ليساعد على تجميع حبيبات الإيه؟ الزبد. ده المقصود بماء الإيه يا أولاد؟ الزهور. بعد كده بيقول لي أكمل يدار الخضاض بسرعة نقط لفة لكل دقيقة عند صناعة الزبد. زي ما قلت لحضراتكم، يبقى احنا عايزين نعرف ان سرعة يد الخضاض او الخضاض من 50 إلى 60 لفة في الدقيقة. يبقى هنحط 50 إلى 60 لفة في النقط ديت كده بالظبط. تمام؟ تمام يا ولاد. بعد كده عندي الخطوة رقم 11، عصر الزبد. طبعا بعد عملية الخض والتمليح بنعمل عملية عصر للزبد، وذلك عن طريق حصيرة بيسموها حصيرة عصر للزبد. بعد كده في تشكيل الزبد، وهنا بنشكل الزبد عن طريق الكفوف الخشبية، وديت بتكون على شكل متوازي مستطيلات. آخر حاجة حفظ وتخزين الزبد. وعايزين نقول ان حفظ وتخزين الزبد بتحفظ الزبد على درجة حرارة 5 درجة مئوية، ومهم جدا ان حضرتك تعرف ان درجة حفظ الزبد 5 درجة مئوية، لانه برضو ممكن يقول لك في الامتحان اذكر درجات الحرارة المستخدمة في حفظ الزبد. يبقى حضرتك تبقى عارف
ان بيتم حفظ الزبدة على 5 درجة مئوية. طبعا ده شكل الخضاضات، ده بيسميه خضاض زجاجي، تمام يا اولاد. وهنا ضاف القشدة زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا يكون تلت الخضاض قشدة، وهنا بعد كده بيعمل عملية إدارة باللي هو الخضاض علشان يستخلص الزب. طبعا الخضاض الزجاجي ده من النماذج اللي بتيجي في الامتحان العملي، واللي بيطلب من حضرتك ان انت تتعرف على النماذج. يعني بيجي في الامتحان العملي في امتحان اخر العام سؤال مكون من 8 نماذج، قد يكون النموذج ده خامة، قد يكون النموذج آلة، قد يكون نوع من الأدوات. فحضرتك بتتعرف على الأدوات أو الخامات أو المنتجات، تمام؟ فالخضاض ده مهم خالص إن حضرتك تعرف شكل الخضاض، لأنه ممكن يجي فيه العرض العملي في امتحان آخر العام. طبعا ده برضو شكل تجميع الزبد في الخضاض، زي ما انتم شايفين ده شكل الزبد هو، تمام. وبعد كده في الخطوة اللي احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم، غسل الزبد، وهنا ضاف كمية من المية اللي هو ربع كمية القشدة، وبيعمل عملية غسل للزبد زي ما حضراتكم شايفين. والغرض من العملية ديت اتخلص من اي روائح غريبة تكون موجودة في الزبد. ده برضو شكل غسيل او غسل الزبد، يعني شكل الزبد هو، تمام. بعد كده يا اولاد عندي الصعوبات التي تعترض عملية الخط. طبعا الصعوبات التي تعترض عملية الخط احنا مهم جدا بالنسبة للصعوبات، عندي مشكلتين او عندي من ضمن الصعوبات حاجتين، حاجة بيسموها القشدة الناعسة، والحاجة التانية بيسموها القشدة الفائرة. الصعوبات التي تعترض عملية الخض، الصعوبة الأولى أو المشكلة الأولى القشدة الناعسة، المشكلة التانية القشدة الفائرة. طيب يعني إيه قشدة ناعسة؟ يعني مثلا ديت قشدة نايمة؟ آه فعلا، هي هيطول مدة الخض بتاعت القشدة دون أن تظهر حبوبات الزبد، علشان كده أطلق عليها القشدة الناعسة. والصعوبات التي تعترض عملية الخض من الحاجات المهمة جدا اللي احنا برضو عايزين نركز عليها، يعني دايما يجيب لي في امتحان آخر العام يجيب لي القشدة الناعسة، يجيب لي القشدة الفائرة. طيب احنا مع بعض النهاردة عايزين نعرف في القشدة الناعسة، تعريف القشدة الناعسة او ايه هو المقصود بالقشدة الناعسة، عايزين نعرف مع بعض ايه هي اسباب القشدة الناعسة، عايزين نعرف مع بعض كيفية علاج القشدة الناعسة. ماشي يا اولاد؟ طيب لو انا قلت لحضرتك قل لي ايه هو المقصود بالقشدة الناعسة، هي القشدة التي بيطول مدة خضها دون أن تظهر حبيبات زبد، يعني أنا حطيت القشدة في الخضاض وابتديت أعمل عملية تشغيل للخضاض، والمفروض بعد نص ساعة يظهر الزبد، عدى النص ساعة ما ظهرش الزبد، ساعة إلا ربع ما ظهرش، إيه اللي حصل؟ طالت مدة الخض. علشان كده بنقول القشدة الناعسة المقصود بها هي عبارة عن القشدة التي يطول او بيطول مدة خضها دون ان تظهر حبوبات الزبد، ده المقصود بالقشدة الناعسة. طيب ايه هي اسباب القشدة الناعسة؟ عندي اسباب عديدة يا اولاد، من الاسباب ارتفاع او انخفاض نسبة الدهن في القشدة، ارتفاع او انخفاض نسبة الدهن في القشدة، بعد كده عندي ارتفاع درجة حموضة القشدة، ارتفاع او انخفاض درجة حرارة القشدة، ملء الخضاض اكثر من اللازم، عدم تهوية الخضاض، عدم تسوية القشدة، كل ديت اسباب بيكون من شأنها الوصول الى القشدة الناعسة. اسباب بتاعت القشدة الناعسة عدة اسباب.
اول سبب ارتفاع او انخفاض درجه حراره القشره. يعني اذا زادت درجه الحراره عن درجه معينه او قلت عن درجه معينه هيؤدي الى ما يسمى بالقشده النعسه. طب تاني حاجه، ارتفاع او انخفاض نسبه الدهن بالقشده. ما انت لو خدت بالك دلوقتي معايا، انا كنت بقول تجهيز القشده، ففي الخطوه بتاعه تجهيز القشده كنت بقول ان المفروض تكون نسبه الدهن من 35 الى 40%. معنى كده اذا قلت نسبه الدهن عن 35 او زادت عن 40% اللي هيحصل انه هيؤدي للقشده الايه النعسه. علشان كده احنا هنا بنقول من ضمن اسباب القشده النعسه ارتفاع او انخفاض نسبه الدهن بالقشده. تمام. طيب ثالث سبب يا اولاد، ارتفاع درجه حموضه القشده. برضو احنا لما واتكلمنا عن عمليه تجهيز القشده وقلنا هنضبط حاجتين، هنضبط الحموضه وهنضبط نسبه الدهن. لما اتكلمنا عن الحموضه قلت ان المفروض تكون حموضه القشده كام؟ ايوه سامع حد بيقول لي 25% يا مستر. تمام. اذا وصلت درجه حموضه القشده ل 25% هنضمن ان احنا ما نتعرضش للقشده الايه النعسه. ولكن لو زادت او قلت درجه الحموضه عن 25% هيظهر عندي ما يسمى بالقشده الايه يا اولاد النعسه. بعد كده ملء الخضاض اكثر من اللازم. انا قلت برضو من الخطوات اللي قبل كده ان انا المفروض باملى تلت او ربع الخضاض بالقشده، يعني ما ينفعش ان انا املى الخضاض حتى النهايه. تمام. اذا عمليه ملء الخضاض بالقشده هيؤدي الى ما يسمى برضو بالقشده الايه النعسه. تمام يا اولاد. بعد كده عندي عدم تبريد القشده، وانا قلت في درجه حراره معينه. تمام. عدم تسويه الايه القشده، كل ديت اسباب بتؤدي الى ما يسمى بالقشده النعسه. طيب يا مستر نعالج الاسباب ديت كلها ازاي؟ عندي علاج وحيد بس. ايه هو يا اولاد؟ ان احنا هنعمل عمليه اداره ليد الخضاض من 2 الى 3 لفات عكسيه. ازاي برضو؟ انا عندي الخضاض الزجاجي او المعدني زي ما وريت حضراتكم دلوقتي، الخضاض له يد اداره، فانا طول عمليه الخض شغال في اتجاه وليكن معين. تمام. وتعرضت للقشده اللي هو النعاسه. طب ايه الحل بقى؟ ان انا اعكس يا اولاد، ابتدي اعمل عكس. اذا كنت انا بدور الخضاض في الاتجاه ده اغير. تمام. من 2 الى 3 لفات هقدر ان انا اتغلب على موضوع القشده الايه النعسه. ماشي يا اولاد. يبقى انا كده قلت لحضراتكم القشده النعسه، المقصود بالقشده النعسه اسباب القشده النعسه، علاج القشده النعسه. هنا بقى لازم يجي سؤال في امتحان اخر العام يقول لي ايه، ركز معايا. انا قلت ان القشده النعسه هي القشده التي يطول مده خضها دون ان تظهر حبوبات الذب. الاسباب زي ما انا قلت لحضراتكم دلوقتي، ارتفاع او انخفاض درجه حراره القشده، ارتفاع او انخفاض نسبه الدهن بالقشده، ارتفاع حموضه القشده، ملء الخضاض اكثر من اللازم، عدم تهويه الخضاض، عدم تسويه القشده. العلاج يا اولاد اداره الخضاض من 2 الى 3 لفات عكسيه. ركز معايا في صيغه السؤال، بيقول لي ايه؟ سين من الصعوبات. انا عايز اقول للطلبه انا يعني متعمد ان انا اجيب في نهايه كل جزئيه السؤال اللي خاص بالجزئيه، وغالبا ما يكون السؤال ده هو نفسه زي ما بيجي في امتحان اخر العام. فاحنا عايزين نركز على الاسئله اللي في نهايه كل جزئيه. السؤال بيقول لي ايه يا اولاد؟ من الصعوبات التي تعترض عمليه الخض نعاس القشده. فعلا انا عندي الصعوبات التي تعترض عمليه الخض، اول مشكله القشده النعسه، فهو بيقول لي من الصعوبات التي تعترض عمليه الخض نعاس القشده. طيب ماشي، انت بقى عايز ايه؟ طبعا هو النعاس القشده احنا اتكلمت مع حضراتكم عن تعريفها وعن الاسباب وعن العلاج. هو هنا بيقول لي بقى اذكر اسبابها، يبقى هو عايز من حضرتك الاسباب اللي هم الست اسباب دول. تمام يا اولاد.
يبقى ده كان بالنسبة لي أول مشكلة بتعترض عملية القشدة، عملية الخض اللي هو القشدة الإيه؟ الناعسة. تاني مشكلة اللي هو القشدة الفائرة. القشدة الإيه يا أولاد؟ الفائرة. برضو هنا بنعرف القشدة الفائرة، فبنقول هي عبارة عن القشدة التي زاد حجمها عند الخض. الأسباب عندي سببين اتنين: عدم تسوية القشدة، السبب التاني الخض على درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة. طيب نعالج الأسباب دي إزاي؟ عندي برضو طريقتين. الطريقة الأولى إن يكون في دقة أو نضبط اللي هو عملية التسوية. هو هنا السبب عدم تسوية القشدة، ده السبب. طب نعالج السبب إزاي؟ الدقة في تسوية القشدة. السبب الثاني الخض على درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة. طيب برضو نعالج السبب ده إزاي يا أولاد؟ تعديل درجة حرارة القشدة داخل الخضار. تمام؟ برضو نفس الموضوع الجزئية ديت، والسؤال اللي بيجي عليها بيقول لي إيه؟ من الصعوبات التي تعترض عملية الخض فوران القشدة. طب برضو أنت عايز إيه؟ اذكر أسبابها. يبقى حضرتك هتقول الأسباب: واحد عدم تسوية القشدة، اتنين الخض على درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة. بعد كده صفات الزبد الجيد. صفات الزبد الايه؟ الجيد. بالنسبة لي صفات الزبد الجيد عندي أربع صفات. أول حاجة بالنسبة لي الطعم، بعد كده القوام، بعد كده عندي اللون، بعد كده عندي المظهر. تمام يا أولاد؟ طيب صفات الزبد برضو بيجي جزئية في امتحان آخر العام بيقول لي ما صفات الزبد الجيد. حضرتك هتقول له أول صفة اللي هو الايه؟ الطعم. طعم الزبد طعم ايه؟ طعم قشدي أو طعم دهني، لأنه بيحتوي على نسبة عالية من الدهن، علشان كده الطعم بتاعها طعم ايه يا أولاد؟ دهني. تمام؟ طيب تاني صفة من صفات الزبد الجيد اللي هو القوام. قوام الزبد يا أولاد، قوام الزبد دايما بيكون قوام وسط ما بين الليونة والصلابة. يعني لو هو قوام لين جدا ولا هو قوام بيكون صلب، هو وسط ما بين الليونة والصلابة. بعد كده عندي اللون. بالنسبة لي لون الزبد يعني المفروض ان هو يتميز بانتظام توزيع لونه، لان احنا في خطوات صناعة الزبد زي ما احنا لسه بنقول دلوقتي في خطوة اسمها اضافة الاناتو، وزي ما انا قلت قبل كده ان الاناتو ده عبارة عن صبغة انا بضيفها علشان توحد لون المنتج، سواء كان جبن او سواء كان زبد او اي حاجة زي كده. فالمفروض ان انا وانا بضيف اللون انه الزبد ده يمتاز بانتظام توزيع لون الاناتو، يعني يكون لونه كله متجانس زي بعضه. آخر حاجة اللي هو بالنسبة للمظهر، أنا قلت إن المظهر بتاع الزبد إنه هو يكون خالي من الشوائب. يعني لو حضرتك رايح تشتري عينة أو حاجة من الزبد يعني ولقيت شكل الزبد فيه بعض الشوائب المرئية، تمام، أكيد أنت ما هتشتريش. فعلشان كده احنا بنقول إن من صفات الزبد الجيد إنه هو يكون خالي من الشوائب. هنا يا أولاد السؤال يجي يقول لي ما صفات الزبد الجيد؟ يبقى صفات الزبد الجيد: واحد اللي هو القوام وسط ما بين الليونة والصلابة. بالنسبة لي اتنين اللي هو الطعم، يكون طعم طبعا دهني. بعد كده اللون انه هو يمتاز بتوزيع لونه بانتظام. اربعة اللي هو المظهر، يكون خالي من الشوائب. بعد كده عندي غش الزبد. غش الايه يا اولاد؟ الزبد. حد يقول لي غش الزبد يعني ايه غش الزبد؟ احنا بنغش الزبد بخمس طرق زي ما انتم شايفين يا اولاد. واحد ان احنا بنعمل عمليه حشو للزبد ببعض المواد الغريبه مثل البطاطس. بعد كده خلط الزبد بدقيق الذره. بعد كده خلط الزبد بدهون نباتيه اخرى.
بعد كده زيادة نسبة الرطوبة، بعد كده زيادة نسبة الملح. ده بالنسبة لغش الايه الزبد. واحد يقول لي هو الزبد ده بنغش يا مستر؟ اقول لحضرتك اه احنا بنغش الايه الزبد، او في بعض التجار بيقوموا بغش الايه الزبد. بنغش الزبد بيه او بغش الزبد بيه خمس طرق. اول حاجه ان هو يضيف بعض المواد الغريبه مثل البطاطس، يجيب البطاطس ويعمل البطاطس عمليه سلق يعني، وبعد كده يعمل لها عمليه هرس في الايه الزبد. دي اول طريقه. تاني طريقه ان هو يضيف دقيق الايه الذره، لانه بيكون قريب من الايه الزبد. تالت طريقه بيغشوا بيها الزبد يا اولاد اللي هو اضافه دهون نباتيه اخرى زي السمن اللي هو النباتي يعني. تالت رابع حاجه زياده نسبه الملح. خامس حاجه اللي هو زياده نسبه الايه الرطوبه. نركز في الجزئيه ديت. بيقول لي اذكر طرق غش الايه الزبد. طيب الجزئيه دي مهمه جدا، حسابات الزبد. يعني ازاي انا اقدر احصل على كميه زبد معينه من كميه لبن؟ يعني مثلا انا عندي اولاد مورد جاب لي 100 كيلو قشده او 100 كيلو لبن. ال 100 كيلو قشده هيطلعوا كام من الزبد، وال 100 كيلو لبن يطلع كام من الزبد؟ يبقى المقصود بتصافي الزبد هو كميه الزبد الناتجة من 100 كيلو جرام. قد يكون ال 100 كيلو ده 100 كيلو زبد، 100 كيلو قشدة او 100 كيلو لبن. عايزين نعرف هم هيطلعوا كام من الايه الزبد. نركز مع بعض خالص في المثال ده. بيقول لي ايه مثال مهم جدا وممكن يجي في الامتحان كده. فيقول لي ايه احسب كمية الزبد 80.5%، يعني نسبة الدهن في الزبد يا اولاد 80.5% دهن. الممكن انتاجها من 400 كيلو جرام لبن، هذا اللبن جاموسي نسبة دهنه 6.5%، علما بأن النسبة المئوية لدهن لبن الخض 5%. لما نيجي نحل مثال زي كده يا اولاد مهم خالص ان احنا نحفظ القانون. القانون بيقول لي ايه؟ كمية الزبد الناتج بيساوي وزن اللبن او القشدة مضروب في النسبة المئوية للدهن في اللبن أو القشدة سالب النسبة المئوية للدهن الفاقد على النسبة المئوية للدهن بالزبد سالب النسبة المئوية للدهن الفاقد. حفظ القانون مهم جدا يا أولاد، لازم نحفظ القانون. كتابة القانون عليه نص الدرجة والتعويض في القانون عليه النص التاني، تمام؟ طيب بص للقانون كده بيقول لي إيه؟ كمية الزبد بتساوي وزن اللبن او القشده. هو هنا اداني في المساله ايه؟ كميه اللبن كانت كام؟ 400 كيلو، اهو انتاجها من 400 كيلو جرام لبن جاموسي، يبقى وزن اللبن كان 400، حطينا ال 400، تمام؟ بعد كده عندي النسبه المئويه للدهن باللبن او القشده، هو قال لي ان نسبه الدهن 6.5%، طبعا ده في اللبن الايه؟ الجاموسي، فعلشان كده حطينا عوضنا بالظبط اهوت، حطينا 6.5%. الإشارة سالب يا أولاد اهيت، حطينا الإشارة سالب. بعد كده عندي في المية للدهن الفاقد، هو اداهولي في المسألة اهوت، قال لي 5%، حطينا 5%. المقام تحتي في إيه بقى يا أولاد؟ النسبة المئوية للدهن بالزبد الناتج، هو قال لي احسب كمية الزبد اللي نسبة الدهن فيه 80.5%، تمام؟ يبقى كمية أو نسبة الدهن في الزبد اللي هو 80.5%، تمام؟ الإشارة برضو سالب، نزلنا السالب. النسبة المئوية للدهن الفاقد اللي هو 5%، تمام؟ هنعمل إيه بقى؟ ال 400 زي ما هي ال 400، ده القوس ده في عملية طرح، يعني هنا عندي 6.5، هناخد منهم نص، هيتفضل عندي إيه؟ 6. بعد كده عندي هنا 80.5، هناخد منهم 5، هيتفضل عندي 80، تمام يا فندم. يعني دلوقتي يعني انا دلوقتي ضربت ال 400 في الايه السته، ال 400 في 6 هيطلع رقم يا اولاد، هنقسمه على ال 80 هيديني 30 كيلو جرام زبد. اذا كميه الزبد الناتجه من 400 كيلو جرام لبن هيديني 30 كيلو جرام زبد ايه ناتج. المثال ده مهم جدا ونركز برضو على حسابات الايه الزبد. انا كده عملت مع حضراتكم
او اتكلمت مع حضراتكم عن الزبد، فعرفت مع حضراتكم الزبد، واتكلمت عن انواع الزبد، واتكلمت مع حضراتكم عن خطوات صناعة الزبد في معامل نظام الدفعات، وعرفنا طرق غش الزبد، واتكلمت مع حضراتكم عن الصعوبات التي تعترض عملية الخض اللي هو القشدة الناعسة والقشدة الفائرة، واتكلمت مع حضراتكم عن تصافي الزبد، وعرفنا مع بعض دلوقتي ان ازاي نحسب كمية الزبد الناتجة من كمية لبن معينة او من كمية قشدة معينة. بكده يكون انا وصلت مع حضراتكم لنهاية حلقة اليوم، على امل اللقاء بكم في حلقة جديدة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.